بشار بشار يلا البنية راح تأخر على النادي. واي احنا كل يوم في حالتنا بشار عادي ما انت خلصي ريوقك بسرعة. ما شكو تعصبين علي ابوي اللي متأخر. والله عصب عليك ما علشان انا ما احب عيالي يتأخرون. تعرفين امك انجلش تايم. انت ليش مسعدين ما تخلوا الوحدة ترتاح؟ هذا وانا مسافر بعيدة عنكم. اصفى ماما جوجو كله من ابوي كله يتأخر. وقالت لكم تعالوا معي دبي. انتوا تدلعون رطوبة ورطوبة يا زينها. اي والله. انزين ماما جوجو عيل وين برديب؟ ها برديب وينه؟ وي تاهو يما قاعد مع براك على البحر. اه ماما يما براك لا تملل ملابسك وخر على الماي. ان شاء الله ماما جوجو. اي معافية هاي يما. اي كملي. انزين خالتي مو تنسين الاغراض اللي وصيتك عليها من السوق الصيني؟ هي فعلت شملولو عندي انا كونتينر على وكيلك. انزين خالتي بعد صوغه حق محاسن لان انت عارفه حنتها شلون صايره. ها ما اسمع يقطع. بشار يلا خلك ينون على الصف. ايش قاعد تقول؟ نعم شل اللي نعم؟ البنية راح تأخر على النادي. انت مو قلتي لو رحنا نضف حوض السمك؟ انت طاب بالحوض؟ انت طاب بالحوض؟ انت شم وكلتهم؟ شم وكلتهم يعني؟ اي شيء تمعك بالغداء، ريوق، شوربة، بقصم كله قطة بالحوض حرام؟ خلي ياكلون؟ والله جد؟ والله جد؟ ترى هذول مو قطاوة الفريق، ترى هذول سمك سمك. هذول انت ايش قاعد تسوين؟ بشار لا تقعد تنكت، البنية راح تأخر على النادي وانت قاعد تنكت. اوه هذه امي. هاي امي شلونك؟ اخبار طايحت له تنتنه كنا. ايش رايك يما باللون؟ لاحظ لا يكون عندك مانع بس يما. لا لا عفو عليك ما اخذي راحتك، عفو عليك اسوي برونزات وزازي بعد. البنانه وصلت يلا. يا 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 بنانه بعد؟ يما يما براك انا بقعد قدام. يلا يما مع السلامه باي 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 باي. الويلو صدقين احنا لو مسافرين مع امي تبكر وايد احلى. عشان نسجل بنتك بالنادي اشتراك ودافع فلوس وحالتك حاله. ابي تصيري نفسك كان، ابي تصير نفسك كان عشان تروح تسافر. شوف شوي عاد مسكي 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 ترى انا جاهز بس بنتك هي المتاخره. انا اي صح صح زين يبا يلا غلا يلا يبا يلا مشينا. تعال وين صارت جوتيه بالفاليه؟ لا تنسى اغراض الجمعيه. خلاص خلاص تجي وما تسوي تجي وما تسوي. يلا يلا يبا شنو يلا انت اللي متاخر. انا انت يا مال جوتيه خشوف من اسبك يا من اسبك. يلا هوب هوب شنو سبقتك؟ من سبق الحين؟ من سبق يبا انت غشاش. انا غشاش الحين؟ ها انا غشاش. ديري بالك على نفسك مو تشطرن وايد. اوكي تمام حبيبتي مره ثانيه شيلي الباب طقيه بالقاع. حبيبتي يلا باي. ديري بالك على نفسك. غلا غلا كاني هاي. كل يوم متاخرين شو اسوي؟ ابوي كله يتاخر. يلا ترى بيبدا اللعب. يلا تعالي خل نروح. هاش هذا متى فتح عيني؟ والله بيض الصبح. هاش السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية حجي. بغيت اثنين عش. خلاص خلهم واحد عاش اذا انت متضايق يعني. والله انا خاف اقولك تحط الليمون تزفني. كم صار عمي؟ كيفك؟ إيه 350 ما تغيرت ها؟ يلا عمين حط فلوس. تفضل عمي. مو تزنطة يختنق القاش. مشكور عمي.
بشار. ايش تبي ايش تبي؟ ابو خالد عايزك. ايش تبي يا ولي؟ زين ما تدري ابو خالد شنو يبي؟ بص هو انا سمعت كم حاجه كده لكن امانتي تمنعنا اقول. انت ذابحتك الامانه، انت 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 تاكل امانه. زين انا بروق ايش تبي؟ ايه ده متفجرات؟ ايش ايش؟ ما كلكم بتقولوا كده في الاول. اروح اشوف ابو خالد شنو يبي. انت واحد انت واحد بشار متجه الى الهدف والامن المستتب ان شاء الله. طال عمرك. خير بشار، ايش فيك تحن؟ انا عندي سؤال. اسال. الحين ما في غيري بالوزاره؟ يبا اوامر عليا جايه من فوق. انا مستغرب، اول مره اشوف واحد يرقونه ويزعل. اي انا خبري اللي يرقونه يصعدونه ما نزلونا السرداب. شلون يعني؟ تبين اقول حق الجهات العليا انك رفضت؟ لا 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 كلش ولا الجهات العليا، حاضر تامرون امر. زين بالله متى انتقل؟ الحين لما اغراضك وانزل. طال عمرك ليش داق علي؟ تعال اصعد وخذ اغراضك. كان قلت لي وانا تحت حذفهم علي وكان الله غفور رحيم. يلا ماشي بعد شو نسوي؟ لا حول ولا قوه. سنافر ايش دعوه؟ ماك واحد. ماكو واحد. انا بروح هني مش هالكوكب هذا. هلا. يا هلا والله. صدق انا توقعت انا بروحي بهالكوكب هذا هني. الحبيب انت موظف جديد عندنا؟ لا انا مو جديد، انا قالوا لي على اساس انه بيرقوني نزلوني هني السرداب. تعال انا وين مكتبي؟ كاهو مكتبك هذا؟ اي. زين بما اننا راح نعيش وايد هني مع بعض، انت ايش اسمك؟ سرداب. لا انا ادري احنا بسرداب، اسمك اسمك شنو؟ سرداب. ولي يا حبيبي لما بابا ماما يسوي زوز، هذا زوز يسوي باتشا، باتشا يروح هذا مستشفى، هذا انت يجي شنو يقول؟ سرداب. ولك انت ابوك راسم لك مستقبلك صح. زين سرداب انا بتريق، انت متريق؟ الحمد لله. زين تكفى، ابي خبز وراس بصل وشاي. الحين شوف لك يا الحبيب. حبيبي تفتيش تفتيش. هلا طال عمرك. هلا هلا قواكم الله. الله يقويك. هلا والله. انا اول مره اشوفك هنا. ايه طال عمرك انا بقراطيس جديد. زين عطني دفتر التقارير. دفتر التقارير روحي بدفتر التقارير روحي ان شاء الله. قاعد اشم ريحه اكل. اكل اكل شنو؟ انت عارف ان الاكل والتدخين ممنوع هنا صح ولا لا؟ اي معلوم معلوم طال عمرك معلوم معلوم افو عليك. تفضل تفضل طال عمرك تفضل تفضل. خلنا خلنا نوريك بالله فوق شيء جاهز وداخل طال عمرك حاضرين ما عندنا مشكله. تفضل 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 وقتك عوز وقتك تحت عوز. ها طال عمرك كل شيء تمام؟ لا لا الامور طيبه. لا وانت محظوظ اول يوم لك دوام ويحوشك تفتيش. بعد نصيبنا. شلون؟ خل نروح نشوف الشباب غرفه التحكم. وقتك وقتك الحين عاش يبرد. اوه ما بغي يروح يفكنا. العاش 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 تكفى لا يبرد. لو بطريق عايش داخل القطب الجنوبي. ها سرداب Whoa! Whoa!